الثنايا البكار والقعدان، وايضا للسودانيات بفئتين البكار والقعدان. مقدمه الشوط اليوم هو يوم السبت الموافق 8 من شهر فبراير لعام 2014، ومسافات هذا اليوم هي 8 كيلومترات. تشارك في هذا الشوط حربه لمحمد بن سالم بن عجيان المري، مهنيه لمحمد بن خليفه المهيري العنود، نواف الاسمر بن راضي البنتان، مزاحه صالح بن حمد الله المري، ايضا بشرى عتيق بن قراع المري، الشاهينيه هادي بن سالم بن لفجح، الذيبه حمد بن جار الله بن حسين البريدي، قضيه سعيد بن راشد بن حبيبه، الغزيل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، وكذلك الغزيل فاهد بن ربع الحربي، سلابه لمحمد بن ناصر بن حمود الشافي، وبشاير جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، الفايزه راشد بن علي بن رايه المري، واخيرا قشمره لناصر بن بالعوض المنهالي. هذه الاسماء مشاهدينا الاعزاء، ونتجه مباشره لنبحر معكم في مقدمة هذا الشوط. حربة تقود المنطلقات في هذا الشوط، محمد بن سالم بن عجيان المري يقدم لنا حربة في هذا اليوم وفي هذا الشوط. وإلى المركز الأول، وين المركز يا متابعين؟ حربة 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 حربة، وقضية وبشرى والغزيل، يا سلام يا سلام، حربة في هذا الحرب، حربة في هذه المعركة الطاحنة الصباحية. وبشرى بشرى أيضا على المركز الثالث، الغزير على المركز الرابع، وسلابة على خامس المراكز. وانطلقت مشاهدينا الأعزاء قضية، وانطلقت حربة، بانت المنصة يا متابعين، وخط النهاية يقترب، قريب قريب الخط يا متابعين. يا سلام، الشوط الأول يا متابعين، الشوط الرئيسي يا جماهير، الكيلو متر الأخير، نقترب من الكيلو متر المدير. وانطلقت قضية بقيادة سعيد بن راشد بن حبيبة المري، يا سلام يا بن حبيبة يا سلام، وحربة ما زالت، العصا قوس قوس، الكيلو متر الأخير يرحب بالسبق، يرحب بهذا القدوم. وانطلقت قضية، انطلقت حربة أيضا تلاحق قضية، يا سلام يا سلام. المركز الثالث هنا شعاع الغزيل فهد بن ربع الحربي، ووصول من شعار البريدي، الذيبة تصل حمد بن جار الله بن حسين البريدي، وأيضا وصول من مزاحة صالح بن حمد الله المري، مزوحة قادمة مزاحة، يا سلام يا سلام. ولكن انطلقت حربة، انطلقت حربة بشعار محمد بن سالم بن عجيان المري، وانطلقت قضية، حرب حربة، وعادت قضية مشاهدينا الأعزاء، قضية قضية قضية، من رحبت بها في النداء الأول وخبرتكم بأنها صاحبة إنجازات وسجلها حافل بالإنجازات. هذه قضية سعيد بن راشد بن حبيبة المري يقدم لنا حربة، يقدم لنا قضية قضية قضية. حربة ما زالت تحاول، ولكن قضية مشاهدينا الأعزاء، عادت حربة، عادت عادت حربة في هذه اللحظات، قضية وحربة قضية وحربة. ولكن قضية سعيد بن راشد بن حبيبة يختطف مع قضية ناموس الشوط، وبالفعل تنهي القضية، تحل الأزمة قضية بهذا التقدم. سلام يا قضية، سلام سلام يا بن حبيبة سلام، وحربة قادمة اللحظات الأخيرة، قضية 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 تختطف ناموس الشوط. تهانينا والناموس سعيد بن راشد بن حبيبة المري. المركز الثاني قضية لمحمد بن سالم بن عجيان، المركز الثالث الذيبة حمد بن جار الله بن حسين البريدي، المركز الرابع مزاحة لصالح بن حمد الله المري، المركز الخامس بشرى عتيق بن قريع المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وقضية تختطف المركز الأول للسعيد بن راشد بن حبيب المري بعد منافسة حامية الوطيس. ونشاهد مشاهدينا الأعزاء ملخص الشوط الأول الرئيسي، وشهدنا وإياكم مشاهدينا الأعزاء هذه المنافسة حامية الوطيس، وقضية هي تختطف الشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار. إذن هذه لحظات وصول قضية إلى خط النهاية، وتوقيتها الزمني 13 ثانية
10 ثواني 20 جزء من الثانية. تهانينا 13 دقيقة 10 ثواني و13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن راشد بن حبيب المري. المركز الثاني حربة 13 دقيقة 10 ثواني 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن عجيان المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل الذيبة 13 دقيقة 14 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الذيبة حمد بن جار الله بن حسين البريدي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن مشاهدينا الأعزاء شهدنا وإياكم هذه المنافسات الحامية الوطنية.